لا اصحوا معايا. مين حد فاكر اخدنا كام قاضي قبل كده او اتكلمنا عن مين قبل كده قضاء؟ اغششكم. طيب اخر واحد كان مين؟ مش دبورة. اتكلمنا عن دبور، عن دبورة وعن جدعون. مين تاني؟ يفتح الجلعادي، ده كان اخر حد. طيب هنكمل نفس السايكل اللي بتحصل، اللي بتقع فيها شعب بني اسرائيل، وطبعا رجعوا يعملوا الشر في عيني الرب. فالفترة دي ربنا سلمهم لشعب الفلسطينيين وقعدوا تحت سيطرتهم تقريبا حوالي 40 سنة. تمام. طيب احنا هنلاقي شمشون فين؟ هنلاقي شمشون في سفر القضاء من الاصحاح ال13 للاصحاح ال16، للي عايز ان هو يتابع معايا. ابتدى السفر بان اول حاجه بابا شمشون كان اسمه منوح، وكان من عشيره الدانيين اللي هو كان من سبط دان، وكانت مامته كانت مراه عاقره. وهنا تبتدي اول حاجه تحصل ان ربنا ملاك الرب يظهر لها، وملاك الرب هنا كان معناه ان الرب نفسه ظهر لها وقال لها انت عاقر، ولكن انت هتحبلي وهتولدي ابن، ولكن تعملي ايه بقى؟ ما تاخديش لا خمر ولا مسكر ولا اي حاجه، لاني ده هيكون نذير للرب. طيب هي سمعت الكلام ده، هي كانت ست طيبه خالص، راحت جريت على مين؟ جريت على جوزها منوح، قالت له انا ظهر لي واحد في هيئه ملاك وشكله حلو خالص، وبيقول لي ان انا بعد كل ده انا هولد، بس قال لي ان هو الولد ده هيكون نذير والكلام ده. فراح منوح طلب من ربنا ان هو يظهر الراجل ده تاني، او رجل الله ده يجي تاني ويقول ان اللي يعني هنعمل ايه، يعني لو فعلا في ولد جاي ده احنا هنعمل ايه تجاهه. اول لما ربنا بيدينا نعمه زي ما منوح عمل، حلو ان احنا ما نقولوش يا رب ليه، وليه طب انا مش هخليه نذير، لا انا مش عايزه نذير، انا عايزه يبقى ابني يكون ليا نسل وكده. فراح قال ايه؟ لا يا رب تعالى خلى ملاك الرب يظهر لي تاني، او الرجل الله ده يظهر لي تاني، علشان خاطر اعرف انا مسؤوليتي تبقى ازاي تجاه الولد ده. وفعلا ملاك الرب راح ظهر لمراته تاني في الحقل، وقالت له تعالى الحق انا الرجل الله ده جاني تاني، تعالى شوفه. راحت جابت جوزها ورجعت، وفعلا كان ملاك الرب فضل مستناهم لغاية لما جه وقال له انت مراتك هتخلف وهتجيب ابن وهيكون نذير لله، ولكن لا يعلو موس رأسه، يعني محدش يحط موس، ما يقص شعره خالص، تمام، لان ده علامة ان هو هيكون نذر ربنا. طيب بس طبعا قال له يعني طب انا اعمل ايه؟ ايه مسؤوليتي اللي انا هكون هعملها تجاه الولد ده؟ قال له زي ما انا قلت لمراتك، هي ما تشربش لا خمر ولا مسكر ولا اي حاجه، وانت كمان، والولد كمان لما يجي يكون نفس الكلام. طيب بعد كده نوح منوح لما سمع الكلام ده من الملاك، قال له طيب احنا يعني خليك قاعد معانا، احنا لازم نكرمك، انت ضيف واحنا لازم نكرمك، فاحنا يعني انتظرني، حتى لو انا مش هعوقك انا مش هاخرك، انتظرني لغايه لما ايه؟ لما نعمل اكل. قال له لا ده مش، انا مش هاكل دلوقتي، ده مش وقتي. وفعلا ده كان السيد المسيح وقتها عايز يقول له انا موجود، بس ده مش لسه، ما جاش وقت سر التجسد، لسه ما جاش وقت ان انا اقعد واكل معاكم. حلو. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ راح قال له لو انت عايز تكرمني انت هتقدم تقدمه لربنا، والجدي اللي انت كنت عايز تعمله لي ده انت قدمه محرقه. عرف منين بقى وقتها ان ده فعلا كان ملاك من الرب؟ ان اول لما قدم المحرقه دي وصعدت النار منها، ملاك الرب ده طلع في وسط النار معاه. تمام؟ ومن هنا عرف ان ده ايه؟ ان ده كان فعلا ملاك من ربنا. وبعدها على طول حملت وولدت فعلا شمشون. وكده كان نهايه اول اصحاح كان بيتكلم فيه عن شمشون، اللي هو بيتكلم عن ميلاد شمشون والملاك والرؤيه والكلام ده في الاصحاح ال13. بعد كده الاصحاح ال14، لا الاول شمشون ده كان معنى اسمه سامي او عظيم، او الشمس اللي لاجل قوتها وعظمتها هتيجي، وده فعلا اللي هيكون هيحصل مع شمشون، هنعرفه في قصته ان هو هيكون فعلا عظيم، وربنا هيكون مديله قوه تكون مخليه مميزاه من بين كل البشر. طيب وكان شمشون ابتدى ان هو ابتدى روح الرب يحركه،
وبعد كده نزل شمشون لمكان اسمه تمنة، ورأى وشاف هناك واحدة من بنات الفلسطينيين، ودي كان أول غلط يقع فيه شمشون. ربنا قال له أنت هتكون نذير للرب، وأنت هديك مميزات، أنت مش يعني مش هتكون عند حد خالص. ابتدت شهوة شمشون هي اللي تحركه بقى، طيب ما هدي مش من بنات شعبك، دي من بنات الفلسطينيين. وفعلا راح قال لباباه انا عجبتني بنت من بنات الفلسطينيين وانا عايزك تخطبها لي، انا عايز اتجوزها. قال له يعني انت كل بنات شعبك، شعبك كله ما فيهوش بنات حد يعجبك؟ قال له لا انا عايز دي. وفعلا راح اخذ باباه ومامته ونزلوا على المدينه علشان خاطر يخطب له البنت دي. وهو في الطريق حصلت حاجه مشهور بيها شمشون قوي، حد يعرفها؟ حد يعرف؟ اول حاجه شمشون ابتدى يظهر قوته فيها، او ابتدى يعرف انه طبعا يا مستر اتفضل ياخد هديه. ايه اول حاجه ابتدى شمشون يعرف ان هو ربنا مديله قوه مميزه فيها؟ الاسد. بالظبط كده، شاف ظهر له او لقى قدامه شبل اسد، هو اسد صغير، فراح مسكه وشقه نصين. وبعد كده ما بلغش باباه ومامته، يعني هو كان سابق باباه ومامته بكام خطوه، فهو عمل المعجزه دي وشق الاسد وما بلغهمش، وكمل طريقه عادي ووصل ل وصل للمكان اللي فيه البنت اللي عايز يخطبها، وراح فعلا علشان خاطر يخطبها. طيب ابتدت بقى بعد كده، هنا في حاجه، قصه شمشون لما 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 روح ربنا هنا جه عليه وابتدى ان هو يحس ان عنده قوه، ليه ما تراجعش؟ يعني لما بنكون ابتدينا ربنا يقول لنا انا معاكم، انا سندكم، انا قوتي اهي ظهرت فيكم. وهنا برضو كانت غلطه من ضمن الغلطات اللي شمشون وقع فيها، ربنا بيقول له انا معاك، انا مخليك مميز، ما تراجعتش ليه؟ ليه كملت الكسر الوصيه؟ فاحنا لما ربنا يدينا موهبه زي كده نتمنى ان احنا نفوق، يعني زي ما يكون ربنا بيدينا جهاز انذار، لا فوقوا، انا معاكم، وطالما انا معاكم ولسه انتم مميزين عن بقيه العالم ما تكملوش في كسر الوصيه. طيب اول لما نزل بعد كده ان هو علشان خاطر يتجوز البنت دي، فعملوا وليمه وقالوا ان هو يعني وليمه بتقعد 7 ايام. الاول بعد لما خطبها رجع تاني، وهو رجع لبيته هو وباباه ومامته، فراح يدور على هو قتل في الطريق؟ على شبل الاسد. لقى طيب لقى في حاجه غريبه، لقى في عسل، لقى ان هو الرم او الجثه بتاعه الاسد بقى جواها خليه نحل وطلع منها عسل كمان. حلو، واخد من العسل ده وادى باباه ومامته ودوقهم من العسل ده. وبعد كده رجع تاني علشان خاطر يتجوز البنت دي، وعملوا وليمه مدتها 7 ايام. اول لما وصل طبعا دي وليمه وعرس وكده، فراحوا جابوا له 30 راجل من طبعا الفلسطينيين، هم دلوقتي قاعدين منتظرين دي وليمه 7 ايام بعدها دي مراته. فلما جابوا له ال 30 راجل دول قالوا له قال لهم انا هاحجيكم احجيه، يعني انا هقول لكم فزوره لو حلتوها انتوا 30، فانا هديكم 30 قميص و30 حل. حلو كده؟ ولو ما حلتوهاش في خلال السبع ايام هيحصل ايه؟ انتوا اللي هتدوني ال 30، انتوا 30 واحد، كل واحد هيقلع قميصه وبيدهوني. عدى يوم والتاني والتالت، حلوها؟ ايه رايكم؟ حلوها؟ ما حلوهاش. الفزوره بتقول خرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. حلو كده؟ خرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. هم مش فاهمين حاجه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اكيد مش عارفين. فقعدوا 3 ايام عشان يحلوها، وطبعا هم مش هيسكتوا، اتغاظوا جدا. تفتكروا عملوا ايه؟ عملوا ايه او لجأوا لمين عشان يساعدهم؟ مين؟ زقوا عليه العروسه اللي هو كان رايح يتجوزها. طيب هل قالوا لها روحي كده اعرفي كده بس وكده، ولا قالوا لها هددوها ان احنا هنحرق اهلك وهنحرق بيتك كله لو انت ما قدرتيش تعرفي سر الاحجيه دي او معناها ايه؟
هم شعب الفلسطينيين كانوا كده، كانوا حاميين، ما يعني ما ينفعش ان انت بمجرد ان انت اديك الصوت بتاعي، لا ده انا هحرق اهلها وبيتها كلهم علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر نحل الاحجيه. وفعلا راحت البنت دي، راحت قعدت تقول له انت بتحبني وانا لازم تقول لي ومش عارف ايه، فضلت تزن تزن عليه لغايه لما للاسف وقع تاني. ودي برضو كانت من ضمن سقطات شمشون. يعني يا شمشون ربنا ماشي معاك خطوة بخطوة، عمال يقول لك انت انسان مميز، انت مفيش زيك، انت ابني، انتوا مميزين في وسط ولاد العالم. تيجي برضو بالذن، شهوة الشهوة بتاعت النساء دي مفيش مشكلة فيها، يعني مفيش فايدة فيها. وفعلا للأسف قال لها، وقال لها ان انا كنت ماشي، قال لها بالرغم من كده ان انا حتى ابويا وامي انا ما قلت لهمش، يعني حتى اهلي انا ما عرفتهمش اللي حصل، انا كنت ماشي وحصل كذا وشقيت الاسد، وبعد كده لما رجعت لقيته ايه جواه نحل، والاكل اللي هو الاسد، والاكل اللي هو عسل، والجافي والحلاوه اللي هو الاسد والعسل. وفعلا راحت جريت على الشعب، على ال 30 راجل فلسطيني، وراحت بلغتهم بايه؟ قالت لهم الاحجيه هي كذا، وراحوا قالوا له، قالوا له اصله ما فيش اكفى من الاسد ومفيش احلى من العسل. قال يعني ايه؟ هم اللي عرفوا الاحجيه بنفسهم يعني. بس فراح طبعا شمشون لما عرف كده، هنا كانوا طبعا كان استغلوا زوجة شمشون، واول لما عرف قال لهم ايه؟ لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم احجيتي. يعني انتوا لو ما كنتوش فضلتوا تزنوا وتزنوا عليها انتوا ما كنتوش هتعرفوا. وطبعا هو اتغاظ جدا جدا، وراح هو المفروض دلوقتي كان قالوا لو انتوا عرفتوا تحلوها هيديهم ايه؟ هيديهم ال 30 قميص. حلو كده. من كتر غيظه راح نزل على مدينه اشقلون وقتل 30 راجل. هنا روح الرب حلت عليه، زي ما تقولوا ربنا حب يستخدم الغلط او المشكله اللي وقع فيها واستخدمها لخيره. ازاي؟ كان غلط جدا ان هو يروح ياخد بنت من بنات الفلسطينيين، وده كان مزعل باباه، تمام؟ ولكن ربنا استخدم غلطنا، استخدم غلط شمشون في ان هو يكون ليه بركة بعد كده، ان هو يكون يبتدي بقى ان هو يبقى قاضي على الشعب ده، ان هو يبتدي يهاجم شعب الفلسطينيين. وراح قتل 30 راجل من شعب الفلسطينيين واداهم الايه؟ القمصان بتاعتهم. كده خلصنا الاصحاح ال 13 والاصحاح ال 14. طيب بعد لما زعل وراح اداهم خلاص حاجة الفلسطينيين، افتكر بقى مين؟ مين اللي كان متجوزها؟ مراته. مراته قال انا بقى هرجع واروح لها واجيب لها جدي. هو بقى قعد فترة كده زعلان وقال لها ايه؟ انا هروح لها خلاص واصالحها. طيب راح لقاها موجودة؟ حد يعرف راح لقى ايه اللي حصل معاها؟ حد عارف؟ طيب اللي حصل معاها ان هو باباها، بابا العروسة دي، افتكر ان شمشون زعل وكره البنت، فراح جوزها لمين؟ لصاحبه. طبعا شمشون اول لما دخل لقى ان هي اتجوزت صاحبه، غضب جدا، ومن ساعتها قال لهم اي شر انا هفعله في الفلسطينيين هتكونوا انتوا السبب فيه. تفتكروا عمل ايه؟ عمل حركة كده غريبة جدا. في حيوان اسمه ابن قوي، حلو؟ الحيوان ده شكل الفار كده، راح جاب 300 واحد وربط كل اتنين ديلهم في بعض. حلو. هو عايز ينتقم من مين؟ من الفلسطينيين. مش انا كنت متجوزها تروح تديها لمرات، تديها لصاحبي؟ فراح قال انا هنتقم منكم. راح جاب 300 حيوان اسمه ابن قوي وربط ديلهم في بعض، وراح حط في النص مشعل. حلو. مشعل ده زي نار كده، علشان خاطر النار دي كل ما تيجي تقرب، يعني كل ما تحرق في الفيران، الفيران دي تبقى ايه؟ متوهجه جدا وعايزه تجري وتروح في كل حته. وراح في الفتره دي كان موسم الحصاد عند الفلسطينيين، اشد انتقام. راح عمل ايه؟ راح صلى رمى ال 300 واحد دول وهم مربوطين وفضلهم المشعل، طبعا متوهجين جدا، فقعدوا يجروا 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 لغايه لما دمروا كل المزارع، وكل الوقت اللي هم قعدوا بيحصدوا فيه طول السنه، بيزرعوا فيه طول السنه عشان وقت الحصاد ده، راح دمرهم كلهم. طبعا ربنا عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا ان ممكن تكون احنا في قمه ضعفنا وفي قمه غلطنا وفي قمه شهوتنا وفي قمه وقعنا، ولكن ممكن ربنا يروح يستخدم كل الشر ده علشان خاطر ينقذ بيه ولاده، عشان خاطر يقف مع ولاده، او عشان خاطر ينقذ بيه شعبه. هو كل ده بيتخلص من شعب الفلسطينيين اللي هو ضد مين؟
اللي هو ضد شعب بني اسرائيل. طيب هو حرق كده كل المزارع بتاعتهم في موسم الحصاد، وبعد كده راحوا لما الفلسطينيين عرفوا كده راحوا قالوا له طيب احنا حماك ومراته وعيلته هنحرقهم كلهم، وفعلا راحوا حرقوا كل البيت ده. ومن هنا بقى ابتدى ايه يعني ابتدى الحرب فعلا ما بينهم، وان ربنا هيبتدي يستخدم شمشون ان هو ايه ان هو يقتل كل الفلسطينيين. ايه اللي حصل بعد كده؟ الفلسطينيين حاولوا ان هم يدوروا على شمشون. شمشون بعد ما عمل عملته راح هرب جري استخبى في ايه في كهف عند يهوذا. فجاه يهوذا لقى الفلسطينيين كلهم طالعين عليهم بيقول لهم انتوا جايين لنا ليه؟ يعني احنا ما عملناش حاجه. قال لهم انتوا مستخبي عندكم شمشون. راحوا الفلسطينيين اخذوا سوري شعب يهوذا ده اللي مستخبي شمشون عندهم في الكهف اخذوا بعضهم ونزلوا يدوروا على شمشون لغايه لما لقوه. قالوا له انت عامل لنا قلق بره والفلسطينيين جايين هاجمين علينا وعايزين ننتقم منك وعايزينه. قال لهم طب خلاص انتوا سلموني ليهم بس توعدوني ان انتوا ايه ما تقتلونيش. عملوا كده. هل يهوذا شعب يهوذا قتل شمشون وهو في الكهف ولا اخدوا سلموا ليه بس؟ لسه ربنا ما كملش خطته، فبالتالي هو فعلا حققوا وعده واخدوا شمشون من الكهف وراحوا سلموا للفلسطينيين وقالوا ربطوني بحبال قويه، وفعلا طلعوا شمشون لفوق لشعب الفلسطينيين وابتدوا ان هو يسلمهم. اول لما شاف شمشون هنا بنو يهوذا مجرد بس ان هم سلموه لشعب الفلسطينيين ما اذوهوش. حلو. بعد كده في من عدد 14 لعدد 20 بيقول ان شمشون هيقتل حوالي 1000 راجل فلسطيني بلحي حمار. وهنا ابتدى بقى ايه ان ربنا ينفذ الخطه بتاعته. فراح ايه اول لما طلع شمشون عليهم الفلسطينيين كلهم مستنيينه عايزين يقتلوه هو مربط. راح روح ربنا حلت عليه تاني وابتدى ان هو يفك الحبال. بمجرد ما عمل كده الحبال كلها اتفكت ولقى في الارض حاجه اسمها لحي حمار. لحي حمار ده فك الفك بتاع الحمار بيكون لسه كان لسه جديد كان لسه طري، فبالتالي كان ايه كان يقدر ان هو يستخدمه مش ضعيف يعني كان يقدر لما يجي يقتل بيه قتل بيه 1000 واحد. حلو كده. بس وبعد كده بعد ما قتل 1000 واحد فراح قال ايه قال قد قتلت 1000 رجل وكومتهم كومتين، يعني بلحي حمار بفك حمار قتلت 1000 راجل. ربنا بيقول له بص انا معاك اهو ما تكسرش خطيه يعني ما تكسرش وصيه تاني ما تقعش تاني حاول يعني تجبح شهوتك شويه علشان خاطر ايه انا معاك خطوه بخطوه. شمشون عمل كده ولا وقع تاني؟ اكيد كلنا عارفين قصه شمشون الشهيره يعني. وقع تاني؟ وقع تاني للاسف. طيب هنا اول مره كان الكتاب يقول ان شمشون ابتدى يصلي. بعد لما قتل 1000 راجل ده ابتدى يعطش، ابتدى يلاقي نفسه ان هو هزلان وضعيف، يعني يا رب انا الفلسطينيين ما قتلونيش، انا هموت وانا عطشان. ربنا برده ما سابهوش، راح ربنا فتح له زي ميه من الصخره، شق الصخره وطلع له ميه، والمكان ده كان اسمه عين هكوري علشان خاطر طلع فيه لشمشون ميه، واول ما شمشون شرب وراح ايه؟ ابتدى هنا شمشون يعني حكايته كقاضي على شعب بني اسرائيل لمده 20 سنه، من اول لما ربنا وقف خلاص يعني انت وقعت وقمت وقعت وقمت وقعت وقمت، خلاص بقى ايه؟ احنا هنبتدي كقاضي على شعب بني اسرائيل لمده 20 سنه، اخر اصحاح. شمشون بعد كده نزل على غزه وراح عاشر واحده زانيه تاني. اول لما عرفوا الفلسطينيين كده راحوا عملوا له كمين على الباب وراحوا وقفوا وقالوا ان احنا ايه؟ لازم نتخلص من شمشون خلاص. ففعلا راح شمشون طلع في نص الليل وابتدى ان هو ايه يهرب منهم في نص الليل، وهو طالع اخذ معاه مصراعي الباب لسه قوته فيه مصراعي الباب واخذ طلع بيهم على الجبل وبعد كده ايه هرب. طيب هنا شمشون هرب من الكمين، طيب هيكمل تاني ولا لا؟ للاسف وقع تاني. راح حب دليله ومن هنا بقى كانت نهايه شمشون. راح حب دليله ومن هنا الفلسطينيين راحوا لدليلة وقالوا لها انت لازم تعرفي لنا سر قوة شمشون علشان خاطر احنا نخلص عليه. ثلاث مرات ضحك عليها قال لها انا قوتي ان انتوا لو ربطتوني بسبعة اوتار طرية لا تجف انا هضعف وهصير كواحد من الناس. فعلا عمل كده عملت كده وللأسف ما كانتش هدي قوته. تاني مرة قال لها لو ربطتوني بحبال جديدة انا هضعف وهصير كواحد من الناس.
برضو للأسف ما كانش هو ده. تالت مرة وآخر مرة قال لها أنت لو ضفرتي 7 خصل شعري أنا هضعف وهصير كواحد من الناس. قالت له بص أنت ضحكت عليا 3 مرات، أنت ضحكت عليا 3 مرات وإيه وخلاص بقى لازم تقولي. فضلت تزن تزن لغاية لما عرفت سر قوة سر قوته إن هو في شعره. وللأسف اللي حصل كشف لها كل اللي في قلبه وقصت شعره وفعلا فرقته قوته. هنا انتهز الفلسطينيين طبعا وراحوا أخدوه قلعوا له عينه وربطوه بأحبال وبسلاسل. وإيه اللي حصل؟ وراح استخدموه زي الحيوانات، ابتدوا يستخدموه إن هو يطحن في الطحن يعني يطحن الحبوب وكده. آخر حاجة ابتدى إن شمشون حلقوا له طبعا شعره كله، ابتدت قوة ربنا ترجع له تاني وقالوا له يا رب، قال له يا رب آخر مرة أنا هصلي لك بس اجعلني وسيلة إن أنا أهدم المعبد ده. أخدوا شمشون عشان يتلعبوا بيه، راحوا عملوا إيه؟ قالوا له إحنا عملوا زي برضو وليمة زي فرح كده للإله بتاعهم وابتدى ان هو شمشون يصلي لربنا ويقول له ان انا عايز اهدم المعبد. فعلا طلعوا شمشون، طبعا هو ما كانش بيشوف، ابتدى يقول ضحك بقى على الولد اللي هو ماسكه قال له سندني بس على الاعمدة الاساسية اللي واقف عليها كل المعبد. شمشون صلى وربنا قواه وسنده لغاية لما فعلا بإيده هدم كل المعبد على كل الفلسطينيين. وكانت نهايته انه بيقول في مقتله قتل عدد اكبر من كل اللي قتله في كل فترة حياته. دي كانت نهاية شمشون، ونتمنى ان احنا ايه نتعلم منه ان احنا مهما وقعنا او مهما غلطنا نقوم تاني، ما نسيبش ربنا، لان ربنا بيستخدمنا دايما حتى وقعتنا ربنا بيستخدمها لخيرنا. شكرا.